العاصمة الجنوب الغربي بشارة إن شرعت السلطات المحلية ببلدية إجلي في إنجاز جسر يبلغ طوله حوالي 36 متر، مشروع يهدف لحماية السكان من فيضانات واد زوسفانا التي تعرفها الولاية كل سنة في فصل الشتاء. ميكروفون مهدي بوشتا. يحمل واد كير اللي جمع بعضها، ما كانش نحصلوا باسكو البون هذا مليح، مي هذا البون هذا الجهه الشماليه كيحمل واد زفانه، كنا فريمون كنا نسوفر، كانت كارثه. سيرتو سيرتو اللي شفي عليها هنا تاع الحمل تاع 2008، ما نحكيلكش بالشهر بالشهرين الناس مقطوعه. وحنا ماذا بينا هذا المشروع تسمى يمشي، راه حنا نشوفوا من فيه وكره هذا المشروع بادي، بصح راه مازال الامور راه متهاونه على كل حال. ما بغيناش يعاودوا نفس الغلطه نتاع لا ديك هذيك اللي داروا. مشروع جسر جوزفانا انطلق، المشروع بتكلفه حوالي 45 مليار. المشروع هذا من شانه يفك العزله على من بلديه ايغلي، والمتر دو لوفراج سي لا ديريكسيون دي ترافو بيبليك، مديريه الاشغال العموميه. الحمد لله المشروع هذا كان حلم لمنطقه البلديه، واليوم راه تجسد وراه على ارض الواقع. الاشغال راه بدات يعني حوالي واحد 15 يوم.